هشام بهادر. اولا طبعا بحيي الدكتور فهمي طبعا على المجموعه الجميله جدا اللي بتاعتنا كلنا. وانا طبعا مواطن عادي خالص وليس ناقد وليس كاتب وليس يعني، فانا هقول بعض النقاط اللي هي عموميه يعني جنرال يعني. فاول نقطه طبعا انا شايف ان الاسم اللي هو لا مؤاخذه انا شايف ان هو مناسب جدا اذا كان له علاقه مع البير كامو متخذ منه، ولان فعلا الواقع هو قمه العبثيه دي حقيقه. يعني قمة التناقض هتلاقيه في الواقع، لا يمكن، مش دايما الخير بينتصر ولا الخير بتسمو ولا الكلام ده، التناقض موجود في الحياة الواقعية. فتصور الاسم مناسب جدا يعني كناحية عبثية يعني. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية ثانية واحدة أنا شايف طبعا إن يعني القصص القصيرة اللي هي بتعمل فوكس على موقف معين او نقطه معينه، انا شايف ان دي انسب اسلوب درامي او كتابي دلوقتي للعصر اللي احنا عايشين فيه. لان دلوقتي اصبح العصر انترنت وسريع جدا، ما فيش بقى حد عنده تقل انه يقعد يقرا دراما طويله كبيره. فانا شايف ان القصص القصيره بتبقى بتنشط القارئ اللي بيقرا وبيبقى مستمتع بيها اكتر من هي دراما طويله يعني. النقطه الثالثه ودي جوهريه جدا بقى انا شايفها، يعني مجموعه القصص الرائعه بتاع الدكتور فهمي ديت، يعني في مشكله في التسويق، تسويق القصه نفسها، كيف نسوق لهذه القصه وتبقى على انتشار واسع. فانا شايف ان في مشكله كبيره جدا ان هذا العمل الجيد وهذا العمل الممتاز ان يوصل لاكبر مجموعه من القرى. فدي نقطه يعني لازم يتم البحث فيها. يمكن انا كنت اتكلمت مع الدكتور فهمي باحدى الافكار انه ممكن مثلا من المجموعه بتاعته 13 قصه اللي هو كاتبهم انه يختار قصتين مثلا وينزلهم على اليوتيوب كقصص مسموعه. نعم بحيث ان هي تبقى نوع من الدعايه للقصه بتاعته، بحيث ان هو ممكن يوسع الانتشار في الناس تقول اه والله ده واضح يعني كتاب لطيف جدا ممكن نشتريه ممكن نجيبه. فده ممكن يوسع القاعده بتاعته. بس فدي من النقاط اللي انا كنت حابب نتكلم فيها وتشكر جدا.